أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أصحابه. تسأل الأخت تقول: ولدي مريض بالوسواس، فطلبت له الطب، فلما لم يشفى التجأت إلى الرقاة. طلب مني أحد الرقاة 12,000 درهم، وأنا ضيقة الحال وقليلة ذات اليد، وليس لي إن شاء الله تبارك وتعالى الثمن. لأن أسألك، هل ألتجئ إليه؟ وإذا كان لابد وأنا فقيرة، ألست الآن مضطرة لكي ألتجئ إلى القرض من أجل أن أحقق إن شاء الله تبارك وتعالى ما أصبو إليه من شفاء ولدي؟ جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. السؤال واضح، ولدها مريض بالوسواس، يعني المريض بالوسواس الأصل أنه يلتجئ إلى الطبيب إن شاء الله تعالى المختص، ويتابعه شهور سنوات، ويعطيه الأدوية اللازمة الضرورية، ثم بعد إن شاء الله تبارك وتعالى أن يبدأ يخف في المرض، يبدأ هذا الطبيب بنقص هذه الأدوية حتى يخرج من هذه الحالة. هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة للعلاج فيما يسمى بالوسواس القهري. هذا مرض أصبح معروفا وأصبح منتشرا كثيرا، لكن هذه الأخت ليست لها الإمكانيات المادية لكي تقوم بهذا العمل. واش بقى؟ بقى تخرج برا لمن؟ للشعوذة. قالت لك نمشي عند الراقي، مشات عند الراقي طلب لها 12,000 درهم، 1,200,000، هي ما عندهاش. هل تضطر ان شاء الله تبارك وتعالى تقترض؟ قبل ما نجاوبوا واش هي مضطره لتقترض، نقولوا ان شاء الله تبارك وتعالى هذه المسائل التي يلجا اليها في مثل هذه الامراض. تلجا لمن؟ راقي. هذا اصبح عياذا بالله سوق يبيع فيه الناس الاوهام. اسمعوا لي نقولها لكم، هذا سوق يبيع فيه كثير من المرتزقة الأوهام للناس. شو واش غادي يدير لها السيد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى بالسلامات 1,200,000؟ ماذا سيصنع؟ واش غادي يدير لها؟ يقرأ عليها آيات من القرآن الكريم. هذه الرقية الشرعية يمكن أن يقوم بها أي إنسان. فلماذا يحتاج هذا الإنسان إلى 1,200,000؟ هذا أكل لأموال الناس بالباطل. ثم ها هي جابت له كاع 1,200,000. أيوة، هل يقوم هذا الرجل إن شاء الله تبارك وتعالى بإعطاء الدواء والعلاج الملائم لهذا المرض؟ فين قرا؟ هو اسمه قرا وعنده شي اختصاص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هذا المرض ديال مسائل الرقية التي أدخلوا عليها الكثير مما لا يمت بصلة إلى مجال الرقية الشرعية المعروفة كما هو في الكتاب والسنة بأية صلة. إنه ارتزاق، أكل لأموال الناس بالباطل، وقد كثر هذا المرض بشكل كبير جدا، وكل من هب ودب أصبح عياذا بالله يزعم أنه راق وأنه يعالج ويشترط الملايين ويخرج بعشرات الآلاف تاع الدراهم. ما هذا؟ إنه الانحطاط، إنه التخلف. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أقول لهذه الأخت: حتى ولو توجهت لهؤلاء وجبت 1,200,000 سلفته ولا مشيت للمحسنين، هذه لن يصنعوا اي شيء وليس لهم اي دواء. انا ان شاء الله تبارك انصحك باذن الله تبارك وتعالى، اقول له ان شاء الله تبارك وتعالى: الوسواس هي هذه الافكار التي يلقيها الشيطان في راس الانسان وصدره فيصدقها ويعطيه العقل دياله ويخليه عايش في هذا العالم الافتراضي، ثم يتحكم فيه ويحبسه عن الحركه ويحبسه في هذا العالم فلا يستطيع الخروج منه إلا بأولا أن يعرف هذا الموسوس أن هذا الذي يوسوس به في صدره لا يضره. هذه وحدة. المسألة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى إذا جاءه مثل هذا الأمر يقول: آمنت بالله. ثالثا أن يملأ وقته إن شاء الله تبارك وتعالى بما ينفع. لكن هذا الأمر غارق في هذه المسألة، كي نديروا نخرجوه منها؟ هذا يحتاج إن شاء الله تبارك إلى رفقة وإلى أمور أخرى. أنت يا أختي الله يجازيك بخير، الله يحفظك، قديت الديه للطبيب
ديه وتبعي له الدواء. هذا الشيء اللي كنقول لك، ولا كان شي راقي شرعي ولا اللي يخاف الله سبحانه وتعالى يرقيه، يقرا عليه القران ويعطيه توجيهات مباشره، وهذا هو المؤمل في من يعمل هذا العمل لوجه الله. فاسال الله تعالى ان يشفيه وان يعافيه وان يفك ازمتك انت، والله تعالى اعلى واعلم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والحمد لله.